لسه مكملين معاكم في اجواء بطوله الفولي بول المميزه النهارده في مدينه العالمين الجديده، واللي الحقيقه لسه بنشهد حضور عدد كبير من المشاهير والفنانين. وخليني ارحب بالفنانه هيدي كرم، برحب بيكي واهلا وسهلا. اهلا، منوره مدينه العالمين الجديده. وعايز الاول اعرف بقى انطباعك عن مدينه العالمين والاجواء اللي موجوده في مهرجان العالمين الجديده. لا انا سعيده جدا بوجودي في المدينه، وسعيده باكتشافها، لان هي الحقيقه مدينه رائعه وواعده جدا جدا، وفي الفتره القريبة اللي جاية يعني هتكون من أهم المدن الساحلية على ساحل البحر المتوسط. أنا في رأيي ومن أجملهم في العالم كله، ومبسوطة قوي بالفعاليات اللي بتحصل. مبسوطة إنه في فعاليات وأنشطة رياضية، وفي مسابقة للبيتش فولي بول بشكل رسمي يعني وبشكل بروفيشنال، حاجه رائعه الحقيقه. قولي لي بقى، ايه رايك في الفولي بول وكنت بتلعبيها ولا لا؟ لا عمري ما لعبت فولي بول الحقيقه، والبيتش فولي بول كمان عمري ما لعبتها يعني. بس هي مميزه بوجودها هنا في مدينه العالمين الجديده. المفروض تتلعب على البحر يعني، فهي في مكانها المناسب. قولي لي بقى، كلميني عن مشاركتك هنا في مدينه العالمين وفي المهرجان، وكنت شفتك طبعا بتصوري، قولي لنا طبيعه الشغل هنا والتصوير وايه اللي بتقدميه في مدينه العالمين. لا هو الفكره ان احنا بنحاول نسلط الضوء بس على جمال المدينه، على الانشطه اللي فيها، على الحاجات اللي ممكن الناس تعملها فيها، على الرياضات وعلى المغامرات، وعلى في مسرحيات كتير مهمه، في حفلات غنائيه يعني. الفكره ان احنا بنحاول بس نعرف الناس على مدينه جديده لسه واعده موجوده على الاراضي المصريه. اكيد وجودكم كفنانين هنا في مدينه العالمين هيكون ليه رساله مهمه جدا لكل العالم، بما اننا طبعا بنرفع شعار العالم عالمين. رسالتكم ايه من مدينه العالمين الجديده وداخل مصر؟ هو ده اللي انا قلته لك، ان احنا نعرف الناس قد ايه مدينه العالمين مدينه رائعه وواعده، وقد ايه هنشجع الناس ان هي تيجي تزورها وتكتشفها، لانها مدينه جميله جدا الحقيقه، وفريده من نوعها في شكلها وفي معمارها وفي تقسيمتها وفي كل حاجه بتحصل فيها. شفت التنوع ازاي اللي موجود في المهرجان؟ فعاليات رياضيه، فعاليات فنيه مختلفه تناسب كل الاذواق. دي حاجه رائعه جدا طبعا طبعا. طيب قولي لي بقى، في النهايه احنا كان لينا طبعا مشاركه مع الفنانه ليلى علوي في جوازه توكسيك، شفتي المشاركه دي ازاي مع الفنانه ليلى علوي؟ وهل هنشوف بقى اعمال فنيه جايه لحضرتك خلال الفتره الجايه؟ انا اشتغلت مع الفنانه الكبيره ليلى علوي في بداياتي مسلسل اسمه بنت من شبرا، كان بطولتها طبعا، وهي نجمه كبيره ونجمه مهمه وانسانه على المستوى الشخصي رائعه جدا، طيبه ومتواضعه وخدومه وبسيطه وطاقتها جميله. فلما اشتغلت معاها تاني اشتغلت معاها في فيلم اسمه قال شنب، لسه هينزل في السينما ان شاء الله، واشتغلت معاها جواز توكسيك، وانا سعيده جدا لان احنا اصبحنا اصدقاء، ودي صداقه انا اعتز بيها، لان هي من الناس اللي ما فيش زيهم كتير في الزمن ده.